السلام عليكم ورحمة الله. لم تكن جمعة عابرة في تاريخ اليمني وحياة اليمنيين، ولكنه يوم حفر فيه الظالم قبره بضغطة من زناد بندقيته، رسم نهايته خلف خط الجدار المشتعل بأحقاد الخائف على عرش الحكم والسلطة معا. 47 يزيدون أو ينقصون، شباب بعمر النور عرجت أرواحهم لترسل من سماء الحرية حمم الثورة وتفجر من أعماق منظومة الظلم أركان الظالمين. لم يسقط الشهداء، بل سقط كما يقال. سقطوا من عروش الظلم التي بنوها على أكتاف آلاف آلاف الغلابة المعدمين، ثم سقطوا من سطور التاريخ والوطنية، ثم سقطوا خارج جغرافيا الأرض، ثم سقطوا. إنها الكرامة حين يكون لها جمعة وشهداء، فكيف ينظر اليمنيون إلى مجزرة جمعة الكرامة في الذكرى 67 لارتكابها من قبل النظام البائد؟ ولماذا لم تأخذ العدالة حقها في القضية رغم السنوات الطوال التي تعاقب عليها؟ أليست مجزرة جمعة الكرامة جريمة لا تسقط بالتقادم ولن يفلت مرتكبوها من العقاب؟ تغطية خاصة في الذكرى 67 لمجزرة جمعة الكرامة هي حلقتنا لهذه الليلة من برنامج مستقبل وطن، ومن وفي إطار برامجنا لهذه الليلة في من قناة سهيل في هذه الذكرى. هذه التغطية نناقشها ونتحدث فيها مع ضيفنا هنا في الاستوديو، المحامي محمد ناجي علاو الحقوقي ومنسق منظمة هود للحقوق والحريات. عادة المحامي، أهلا وسهلا بك. حب الله يسلمك. سعيدين أن تكون معنا اليوم في هذه الذكرى الأليمة على قلوب أسر الشهداء وعلى قلوب اليمنية، والتي كان لها ما بعدها في أحداث وتاريخ اليمن. نعم، سعد الله أوقاتكم ورحم الله شهداء جمعة الكرامة. نعم، سنبدأ بمتابعة هذا التقرير مشاهدينا الذي يتحدث عن جمعة الكرامة في ذكرها 67. الثامن عشر من مارس، يوم يستحيل المرور عليه كأي يوم آخر، إذ التوقف إجباري في الملاحم. الثامن عشر من مارس 2011، يوم المشاهد التي لا تنسى والشهداء الأنقى، والتأكيد الجازم بأن الوطن أبقى. كانت الساحات انموذجا لوطن السلم والتعايش الذي ينشده اليمنيون، وكانت صلاتهم التي تصلهم بالسماء توثق أواصرهم فيما بينهم على الأرض. فإذا السلم أبرز حاضر، وإذا السلمية أبرز عنوان. كانت وجوه الثوار مشرقة بروحانية الصلاة وروح الثورة، لكن وجوها أخرى كان عليها غبرة الذل وترهقها قطرة الفجور في الخصومة حد القتل. وجوه كانت تحاول الاختباء خلف أقنعة ودخان، خلف جدران وبطش ورصاص، خلف رغبة بالانتقام من الشعب تجاوزت كل الحدود وباتت مستعدة لارتكاب كل جريمة. وصل الثوار محطة السلام من الصلاة، وتهيأوا وفقا لأهدافهم لسلام يعم الحياة، غير أن الأيدي الآثمة على الزناد كانت تعلن عن محطة جديدة لا وجود للسلم في قاموسها، محطة ستنهمر فيها الرصاص على الجميع، وستبقى جرحا غائرا في كينونة المجتمع، المجتمع الذي سيدرك أن الكرامة تستحق ثمنها مهما كان فادحا. فضريبة الذل والاستسلام تكون دائما أفدح بكثير. انجلى دخان يوم الكرامة، فأدرك الجميع أن ما بعدها لن يشبه ما قبلها بحال من الأحوال، وأن من يحاول إقناع شعب بقبول فرد أو نظام تلطخت يده بدماء الكرامة إنما يطلب المحال. انجلى دخان يوم الكرامة، فإذا الأقنعة تتساقط عن وجوه المتحالفين خلف الكواليس، ومع الأيام ذهبت الأمور باتجاه أوضح، فإذا القتلة على اختلاف مسمياتهم
يلتقون لا خلف الدخان هذه المرة بل في وضح النهار، النهار الدامي الذي اقتحموا فيه عمران وصنعاء وانتقموا فيه من كل شريف حاول حماية الساحات بعد ملحمة الكرامة، ليتلقى جسد القشيبي وحده رصاصات تقارب عدد شهداء الكرامة. كان اليمنيون يسمون القتلة في يوم الكرامة بلاطجة، وهم اليوم يطلقون عليهم تسمية ميليشيا وانقلابيين. كانت الكرامة على خط الزمن جمعة أو ساعات، لكنها ما لبثت أن أصبحت معركة كرامة امتدت لسنوات، معركة يدرك الثائرون فيها أن الكرامة تستحق التضحيات، وأن أعداء الكرامة معروفون بسيماهم وإجرامهم مهما تغيرت التسميات. وتلك حقيقة تصبح معها كل ذكرى للكرامة تذكيرا بأن أبرز خيانة لشهداء الثورات ومحطاتها المهمة أن يعود أعداؤها لواجهة المشهد رغم تضحيات الشهداء. شكرا للزميل فؤاد فارس على هذا التقرير. أجدد ترحيبي بكم مشاهدينا في هذه التغطية الخاصة في الذكرى السابعة لمجزرة جمعة الكرامة، التي نسأل الله تعالى أن يتغمد شهداء ذلك اليوم وكل شهداء الثورة الشبابية الشعبية، كل شهداء الجيش الوطني، كل شهداء اليمن بواسع الرحمة. أجدد ترحيبي بضيفي هنا في الاستوديو المحامي محمد ناجي علاوي الحقوقي ومنسق منظمة هود للحقوق والحريات. ربما قبل عام في مثل هذا اليوم كنت ضيفا لنا هنا وتحدثنا عن هذا الأمر، لم تكن هذه الذكرى الأولى التي تكون حاضرا فيها، فأنت حاضر مع كل ذكرى، بل حاضر في ذلك اليوم وفي ذلك المكان وفي تلك الساحة، بل حاضر في متابعة هذه القضية، قضية جمعة الكرامة وملفاتها في دهاليز النيابة العامة ويعني ما جرى فيها. على كل أستاذ محمد، هل كانت جمعة الكرامة عنوان المرحلة القادمة وملمح قادم الأيام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد، اللهم صل وسلم عليه. في كل ثورة بالتاريخ هناك محطة تشكل المنحنى الذي فيه تتصاعد أسهم الثورات. في الثورات الحديثة في العالم كانت الثورة الفرنسية، كان رمز الثورة الفرنسية، رمز الاستبداد في فرنسا سجن الباستيل. ما بقي في ذاكرة الثورة الفرنسية كذكرى رئيسة رمزية هو سقوط الباستيل عندما هجمه الثوار وأسقطوه وحرروا السجناء. في اليمن رمز التغيير ل2011 كانت جمعة الكرامة، بعدها أتى منحنى سقوط صالح ومنظومته التي ارتكبت هذه الجريمة. لذلك فمحطة جمعة الكرامة ليست فقط مواساة لأسر الشهداء الذين خلدوا إن شاء الله في الجنة وخلدوا في التاريخ وفي الذاكرة اليمنية، بغض النظر عن المآلات وما يجري والإفشال الذي جرى لأهداف الثورة الشعبية السلمية العظيمة. لذلك فعندما نتحدث عن جمعة الكرامة فإنما نتحدث عنها كمحطة تحول. كل الإرهاصات الشعبية في كل المدن اليمنية كانت رمزيتها وأيقونتها هي جمعة الكرامة. لذلك انهارت منظومة الدولة أو جزء كبير من منظومة الدولة وانضمت لمناصرة الثورة. نعلم أن كل ذلك أتى السفراء والوزراء و ضباط القوات المسلحة وقيادة الفرقة ومنظومة كبيرة جدا، والمحافظين كانت كلها ببركة دماء شهداء جمعة الكرامة. لذلك ستظل ذكرى متجددة وليست ملفا قضائيا. إذا نظرناها كملف قضائي نحن نظلم جمعة الكرامة ونظلم الشهداء ونظلم تضحياتهم العظيمة التي يعني ما زالت تسقي روح الثورة وشجرة الحرية.
إذن أمام هذا اليوم وأمام ذلك التاريخ أفاق اليمنيون نتذكر جميعا على جريمة وثقت بالصوت والصورة بل على الهواء مباشرة في مشهد لم يألفه اليمنيون طوال حياتهم. يبدو أن هذا المدخل كان يمهد للمناظر اللامألوفة في حياة اليمنيين التي جاءت فيما بعد. لا شك أن سلطة الاستبداد في لحظتها كانت ترى أنها بحوائط على شكل خط بارليف المشهور على قناة السويس الذي أقامته إسرائيل لمنع القوات المصرية من الانتقال للضفة الأخرى، الضفة الشرقية، ضفة قناة السويس. فكرت الأجهزة الأمنية لنظام صالح في حينه في أن هذه الثورة التي انتشرت في كل المدن اليمنية بسلميتها بروحانيتها بأهدافها الجميلة التي كانت تنشد الخير لصالح نفسه ومن معه، لم تكن ثورة حق، لم تكن ثورة خير، لم تكن ثورة تريد حتى أن يعني كانت أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا عرفنا كيف ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما، يعني قال برد الظالم عن ظلمه. فهي كانت ثورة محبة حتى لمن ثارت عليهم، ولذلك قبلت بعد ذلك أن تشاركهم في المبادرة الخليجية وغيرها. إذا كانت أحلام وردية وما زالت، وهي التي تنتصر مهما كان وجه القبح الذي يواجهها. فأقام ذلك السور وغيره من الأسوار لو تذكر في أكثر من مدخل لساحة الجامعة بغرض أن يحاصر المعتصمين ويمنع الدخول والخروج إليهم ويمنع الغذاء ألف. وأخذ الشباب قرار كسر خط بارليف، ولذلك نجد أن النظام الذي كان في هذه السور نفس نظام خط بارليف، يعني بناء جدار ثم مواد بترولية مشتعلة وحاجز آخر وجدار آخر ومسلحين يحموا، ومن كل الوحدات في حينها القمعية المتخصصة القناصة من الأمن المركزي، مكافحة الإرهاب، الحرس الجمهوري، يعني الأمن القومي، من كل الأجهزة التي كان يديرها صالح ويملكها. وخططوا لذلك في ذلك اليوم. أنا كنت في مكتبي في شارع الزبيري وأنا أسمع السيارات تحشد، يعني تحرض الناس سيارات الحكومة مؤتمر الشعب العام إنه يدافعوا عن حيهم ويدافعوا عن كرامتهم، الذين أغلقوا مداخل منازلهم، الذين أقلقوا راحتهم، الذين يعني كانت الدعوة التحريضية من وقت مبكر وهو مخطط من سابق. وبعد ذلك كشفت الأوراق من قام به والاجتماعات التي تمت وما كان الاجتماعات، ويعني عملية كانت لم تكن يعني أقصد يعني كانت مدبرة وكان مخطط لها، سواء بكيفية بناء هذه الحواجز أو بحمايتها أو بالسعي لإحداث يعني الفعل في ذلك اليوم. لذلك كانت جريمة عن سابق إصرار وترصد في الحسابات السياسية نتائجها أن الناس ستقمع وأن هذه الساحة ستصفى وأن الناس ستخاف فترتفع خيام الاعتصامات وبالتالي تنطفئ في أهم ساحة في اليمن برمزية صنعاء كعاصمة، يعني شعلة الحرية وضوءها الوهاج وصوت السلمية. لكن ما حدث العكس، ما حدث كان العكس، أنهم بالعكس عجلوا بأن هذه الثورة تقوى وتشتد وتزداد عنفوانا وينهار معسكرهم لا معسكر الثوار. فلذلك أهمية الحدث هو في منحناه السياسي ونتائجه، فيمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. طيب محامي محمد ناجي علاو،
ربما هذه الذكرى، الذكرى السابعة لمجزرة الكرامة، هي الذكرى الأولى التي تمر على شهداء جمعة الكرامة، والمتهم الأول والذي كان على رأس النظام ربما رفيق لهم في عالم آخر. بالتالي ما الدلالة، ما العبرة، ما هي بضع سنين لا أكثر؟ كل للأسف الشديد هذه السلطة كما يقال مفسدة وتؤمي بصائر من يتولاها، يعني عبر التاريخ وعند كل الأمم، وخاصة عندما ترتكز على الفرد وشخصنة السلطة وتركيزها في فرد أو جماعة مثل ما حصل لدى غيرنا. ولا يتعظ للأسف الناس في مثل هذه المسألة، يعني من ارتكب هذه الجريمة صار في العالم الذي صار فيه، وعند الله تجتمع الخصوم، عند الله تجتمع الخصوم. وما زال طبعا شركائه موجودين الذين تشير التحقيقات إلى أنهم كانوا الأداة التي نفذت، واليوم هم مشردين، واليوم هم مشردين لأنهم حفروا قبرهم بأيديهم وأتوا بمن هو متهم بقتل قائدهم مثل ما قتل جمعة الكرامة لا يكونوا حلفاء ويدخلهم إلى منازلهم، يعني وإلى يجتاحوا كل اليمن ويسلهم كل معسكراتهم. عمى ما حصلش، لكن هكذا هي حكمة الله أن الظالم يؤخذ وهو يعتقد أنه قد حصن نفسه وأنه في أوج قوته، ولذلك أدخل قاتله إلى بيته وسلم سلاحه وصار يعني عاريا من أي قدرة عن الدفاع. واليوم للأسف الشديد ما زالوا على غيهم، لا يعترفون بجريمتهم ولا بخطئهم ولا في تآمرهم على الشعب اليمني والذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه، ولم يتعظوا بأن كبيرهم الذي علمهم السحر قد قدم إلى ما قدم إليه بتلك الصورة التي قتل بها الناس برصاص يقولون غادرة. لا، هي رصاص كانت بالنسبة لها معروفة أنها ستأتي وليست غادرة بهذا المعنى. الجميع كان الغادرة كانت الرصاص التي وجهت إلى جمعة الكرامة إلى الآمنين، هذا هو الغدر، هذا هو اللعم. ومع ذلك ارتكبت الجريمة في حقه من حلفائه مثل ما قلنا الذي أدخلهم بيده، ولا يتحدثون اليوم حتى عن جثته التي لم تسلم والتي يريدون يعني أن يكرروا السيناريو الذي عمله أيضا معهم مع قائدهم في إخفاء الجثة لسنين. يعني من حكمة الله حقيقة أن الصورة صارت ظاهرة أمامنا ومثل ما تدين تدان، لكن الفارق بأن الناس تنسى هذا الفعل لأنه فعل غير إخلاقي في كل الأحوال. غدر به حلفائه وهو غادر معهم على شرعية البلاد وعلى اليمن، أما هؤلاء فكانوا يطلبون الحياة والخير له وهو ظالمهم ومن معه ولأسرته ولكل اليمنيين. دماء جمعة الكرامة ما زالت تسقي شجرة الحرية وستظل تسقي شجرة الحرية وستظل رمزا للزمن، وهو سينسى مثل كل الظلماء والمستبدين والقتلة في التاريخ، سينسى ومن معه. لو كنت أشير هنا إلى أنه الغدر فعلا كما أشرت أنت أستاذ محمد، من يؤسس للغدر يكوى به والقتل يجر قتل، ولذلك حتى شهداء جمعة الكرامة وعوائلهم وأنصارهم وشباب الثورة كانوا يبحثون عن العدل في أروقة المحاكم، لم يستخدموا نفس أسلوب القتل، لأن من قتل يقتل والظالم يبلى بأظلم منه. ملف جمعة الكرامة طرح على النيابة العامة، طرح على المحاكم، هل ما زال مفتوح؟ ملف جمعة الكرامة ما زال مفتوح، مفتوح في القضاء بحكم المحكمة العليا الذي أمرت بإدراج علي عبد الله الصالح ومنظومته أولاده الذي شاركوا في القتل من قادته
طارق وأحمد ويحيى وعمار مجموعة سلسلة القتلة لجمعة الكرامة، وأعيد الملف إلى المحكمة وتعطلت المحاكمة بسبب أن أنت تحاكم علي عبد الله الصالح في ساحته التي كان مسيطر عليها وفي قضائه الذي ظل حتى بعد سقوطه في من خلال دولة أمريكا هو صاحب اليد العليا، والقوى المعارضة التي شاركته في الحكم كانت موجودة في كراسي الوزارات المعدودة، ونصف الكراسي الوزارات كانت له والربع الآخر كانوا بالأساس قد أتوا من معسكره الذي أنضموا إلى الثورة، وكان موقفهم لا شك جميل ورائع، لكن في كل الأحوال قوى الثورة كانت من حيث الأسماء الفعلية تملك موجودة على ربع كراسي الوزارة. ظهر هذا في سهولة الانقلاب على أما باقي الدولة العميقة التي كان قد صنعها من قوى أمنية واختراق للقضاء و فطبعا كان بيده، لذلك فضلنا حقيقة أننا نترك الملف مفتوحا ولا نجهضه بمحاكمات بأدلة ناقصة وبأدلة نخشى أنها لو قدمت فأن الضرر وملاحقة الشهود كما حصل لبعضهم سيدفعون ثمنا، سندفع ثمن آخر من دماء أبرياء يمكن أن يتعرضوا غيرة باعتبار أن هؤلاء ظلوا يملكون السلاح ويملكون المال ويملكون أدوات الغيلة وأدوات القتل. لذلك توقف الملف هنا في المحكمة، لكن مجلس حقوق الإنسان كان قد شك قرر أو طلب من الحكومة اليمنية تشكيل لجنة تحقيق للتحقيق في انتهاكات 2011 وما بعدها، وهذه اللجنة هي موجودة اليوم، لجنة التحقيق الوطنية التي شكلت في 2015، وهذه اللجنة أيضا من أهم مهامها هي استكمال البيانات والتحقيق في مسألة جمعة الكرامة، وقد أشتغلوا هذا الملف، وكنت اليوم على لقاء بأحدهم وعلمت فعلا بأنه جمعوا ملف جيد، لكن الحسابات أيضا السياسية ما زالت تغلب، أنه لو أعلن في هذه اللحظة مع الجماعة الذي تم الانقلاب عليهم من الجماعة المنقلبين مع بعضهم على بعضهم فأنها يمكن أن تفسر تفسير سياسي، يمكن تؤثر على المشهد السياسي بهذا المعنى، لأنها المسألة ما هيش عملية جنائية عادية، هي عملية هي سياسية، هي تبحث في الحقيقة عن قضاء عادي، لكن والظروف مناسبة. طيب الملف مفتوح سواء أمام لجنة التحقيق أو أمام المحكمة، وعندما إن شاء الله يعني تستقر الأمور هذه الجرائم كما قلت أنت لن تسقط بالتقادم، لا تسقط بالتقادم. طيب. من حق أولياء الدم حتى بدون أن يحركوا في أي وقت. طيب. اسمح لي المحامي محمد ناجي علاوي الحقوقي ومنسق منظمة هود للحقوق والحريات أن يشرك معنا في هذا الحوار ضيفنا عبر الهاتف القيادي بالثورة الشبابية وليد العماري. وليد أهلا وسهلا بك. أهلا بك وبضيفك وبالمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. اليوم تغطية من قناة سهيل المستمرة في الذكرى السابعة لمجزرة جمعة الكرامة، الفريد والجديد في الأمر أن هذه الذكرى تجيء في وقت أصبح المتهم الأول في قتل شباب الثورة بعيدا عن المشهد، الجميع رحل إلى المحكمة الإلهية، ما تعليقه؟ أن يرحل أو أن يقتل أو أن يغيب عن المشهد الأمر المطلوب في موضوع جمعة الكرامة ليس السائر فقط بقتل من قام بعملية بالجريمة، يعني جمعة الكرامة هي ليست مجرد جريمة قتل عادية حتى نتحدث أن من قام بالجريمة أو أن المتهم الرئيسي للجريمة قد غاب عن المشهد، يجب أن يحفظ الحق التاريخي، يجب أن يوثق الحدث للأجيال القادمة، أن يعرف الناس ما هي الحقيقة، أن يموت سين أو صاد من الناس والحقيقة الغائبة لا يمكن أن نسمح، يعني أن يسمح العقلاء بأن تموت الحقيقة بموت شخص أو بموت أشخاص محددين، فبالتالي الأمر لا يتعلق بموت علي عبد الله صالح أو بقتله بقدر ما يتعلق بإظهار الحقيقة وإبقائها حية أمام الناس
وحاضرة للأجيال القادمة حتى لا تزيف الحقيقة وحتى يحفظ لهؤلاء الشهداء حقهم، وأيضا حتى يخلد المجرم في ذاكرة الأجيال أنه كان مجرما وحتى لا توصف به صفات البطولة والثورية والتحررية وأنه هو حامي الجمهورية وأن لولاه دمى حطبت اليمن. وبالتالي الحق التاريخي وحفظ حق الأجيال أيضا وحفظ الحقيقة وإظهارها هي يعني أمر مقدس يجب أن يسعى الجميع لتحقيقه. نعم. طيب وليد، في 7 سنوات منذ ارتكاب هذه الجريمة، ما الذي ينقص الحقيقة حتى الآن؟ ينقص الحقيقة أن تقال، أن تظهر للناس، يعني أن تظهر من مصدرها من قناتها الرسمية. يعني يجب أن يكون هناك قضاء عادل هو من يقول هذه الحقيقة. يعني ربما أقول أنا وتقول أنت، لكن يجب أن توثق هذه الحقيقة بوثائق رسمية، تصدر أحكام موثقة من الدولة، أن يحفظ لهؤلاء الشهداء حقهم يعني بمرسوم رسمي من الدولة بأن هؤلاء الشهداء قتلوا وهم يدافعون عن كرامة الشعب وهم يسعون لنيل حق، ومن قتلهم هو ظالم ومجرم، ويظهر للناس القاتل والمقتول صراحة والمجرم والضحية يظهر للناس بشكل رسمي حتى لا تبقى الحقيقة يعني مجرد تناقلات في الأقوال. طيب المتغيرات التي حدثت وتحدث في المشهد وصولا إلى السيطرة التامة من قبل جماعة الحوثيين ودخولها في حرب ضد اليمن واليمنيين والشرعية، هذه المتغيرات تؤثر سلبا أو إيجابا على ملف جمعة الكرامة؟ طبيعي أنها أثرت سلبا على ملف جمعة الكرامة بدءا من المبادرة الخليجية والخسارة التي أعطيت للقتلة، هذه كلها كانت عوامل سلبية أدت ليس فقط إلى التأثير على التحقيق في مسار جريمة جمعة الكرامة، بل أيضا أثرت سلبا على مسار بناء الدولة وعلى مسار الجمهورية اليمنية ككل. الحقيقة أن ما يراد من خلال هذه الأحداث هو طمس أن تأتي أحداث أكبر لتطمس ما قبلها. يعني من خان الثورة وانحاز للحوثيين وانحاز للانقلاب على الدولة في 2014 ربما كان أحد أهم أهدافه هو طمس جرائمه في 2011 بأن يأتي بمجرم أكبر منه ليقول الناس رحم الله النباش الأول، لكن الحقيقة لا رحم الله كل النباشين ولا رحم الله من أوصل البلد إلى ما وصلت إليه. والحقيقة التي يجب أن تبقى أن يجب أن يحاسب كل النباشين وأن يحاسب كل القتلة، لا يمكن أبدا أن يكون القاتل الآخر طامسا لجرائم القاتل الأول ونعتبر القاتل الأول هو بريء بمجرد ظهور قاتل جديد. طيب أستاذ وليد، أنت يعني قيادي بالثورة الشبابية الشعبية السلمية، الحوثيون أو الثورة نفسها متهمة بأنها فتحت أذرعها للحوثيين، حوثيون زعموا أنهم ضمن هذه الثورة الشبابية الشعبية السلمية، اليوم وقد استفردوا في المشهد والقتل المتهمين في جمعة الكرامة كانوا تحت سيطرتهم، ما تفسيرك لعدم تحريك أي شيء يخص هذا الملف أو محاولة حتى القبض على مرتكبي هذه الجريمة؟ لأنه هنا يعني الجميع يتحدث على أنهم كانوا حتى في أيام جمعة الكرامة موجودين أو لهم أفراد موجودين ضمن هذه الثورة. يعني هذه نغمة تتكرر بشكل كبير للطعن في ثورة فبراير وإلباسها غير لبوسها. يعني الحقيقة أن ثورة فبراير يعني وكما نؤكد في كل مناسبة، ثورة فبراير هي كانت للشعب اليمني، لليمنيين كيمنيين، لم تكن لإصلاح ولا مؤتمر ولا حوثي. من دخل الثورة كان يخلع رداء الحزبية ورداء الانتماء لأي جهة خارجا، ومن آمن بمبادئ الثورة هو من سار. أما حضورك إلى الساحة وأنت تحمل يعني لا تحمل الإيمان بهذه القيم، هذا لا, 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 لا تعتبر جزء من هذه الثورة. أن تكون خدعت الناس بأنك ترتدي ثوب الثائرين وأنت في الحقيقة إنما ترتدي ثوب الخيار، هذا الأمر لا يمكن أبدا أن يمنحك صفة ثائر. أن نطالب الحوثيين بالقبض على قتلة جمعة الكرامة هذه أيضا من السخرية، يعني أمر يدعو أيضا للسخرية. يعني لا يمكن أن تطلب من قاتل يده مرتخة بدماء اليمنيين أن يقيم العدالة، الأمر يعني لا يمكن أن يقبله عاقل. يعني
تطلب اليوم من مجرم ان يحاكم مجرم اخر، هذه يعني هذا امر مدعاة للسخريه ومدعاة يعني لا يمكن ابدا ان يتم، يعني لا يمكن للعقل ان يتقبل مثل هذا الامر، لان القاتل لا يمكن ابدا ان تقوم على يديه العداله، والمجرم ابدا لا يمكن ان يبني دوله. القيادي بالثوره الشبابيه الشعبيه السلميه وليد العماري كنت معنا، شكرا جزيلا لك. محامي محمد ناجي علو، سنخرج الى فاصل قصير. من ثم مشاهدينا نكمل حوارنا وتغطيتنا الخاصه في الذكرى السابعه لمجزره جمعه الكرامه مع ضيفنا المحامي محمد ناجي علو الحقوقي ومنسق منظمه هود للحقوق والحريات. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل لنكمل تغطيتنا الخاصة في الذكرى السابعة لمجزرة جمعة الكرامة مع ضيفنا هنا المحامي محمد ناجي علاو منسق منظمة هود للحقوق والحريات. أستاذ محمد أكرر ترحيبي بك. المتهمون بملف جمعة الكرامة يعني هي منظومة، لكن ربما عندما تم التخاطب مع النائب العام حددت أسماء ووصلت إلى شخصيات، البعض منهم موجود البعض منهم تم تصفيه، حدثنا عن هذه الأشياء. هو أنا أشتي أقول أنه مثل ما سمعت من الأستاذ وليد أنه ليست المسألة يعني مسألة الجريمة السياسية، هي مسؤول عنها عادة أو وفقا للقواعد القانون الدولي رئيس الدولة والقائد العسكري الأول، ثم تتسلسل الرتب القيادية. الفاعلين المباشرين عادة لا تهتم فيهم الجريمة السياسية، ليسوا من أدوات ممكن نوصل عليهم أو ممكن عدم نوصل عليهم. لكن لو تلاحظ مثلا حتى في المحاكمات الدولية المرتكبة المجازر في سراييفو حكم القاعدة لم يحاكم العساكر أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتبار أنها لا يمكن للفرد أو القائد الصغير أن يرتكب جرائم بهذه البشاعة أو بهذا الشكل إلا إذا كان هناك أمر قيادي أعلى، والأمر القيادي الأعلى يتسلسل حتى يصل إلى القائد الأعلى أو رئيس الجمهورية من هذا القبيل. لذلك المحاكمة هنا، لكن القضاء الجانب القضائي يأخذ من الجميع، يأخذ لا تتكلم لا يحكم السياسية، لا يعتمد أساسا على قضية وجود الفاعل المباشر، ممكن يكونوا جنود عاديين مجهولين لا يعلمون مش لا يعلمون لا يعلمون يعني لا يعلمون من طبيعي يعني أنت وحدة عسكرية نزلت وارتكبت جريمة، لكن إذا تم التعرف عليهم لا شك يحاكموا. التحقيقات كانت وصلت إلى مستوى لا بأس به في تلك الظروف المخيفة والمرعبة الذي كان في حينها الحكم، ما زالوا على المحقق معهم ما زالوا هم ممسكين بأدوات السلطة وأشرسها سواء أمن مركزي أو وزارة الداخلية أو بحث جنائي أو أمن سياسي، كل أدوات الضبط القضائي التي تكون مساعدة للتحقيق النيابة العامة كلها يعني بيدهم. لذلك كانت معجزة أن بعض ضباط الأمن الكرام في حينه يعني تقدموا بشهادات أوصلت إلى مستوى قيادي يعني أعلى الذي كان مشرفا ومتابعا ومسؤولا عن التنفيذ ومخططا للجريمة، وكان هذا سيعني الوصول إلى المستوى القيادي الأعلى منه. فتم إجهاض العملية بتغيير النائب العام السابق نذكره بخير في هذه المناسبة، الذي انتقل إلى المستشفى الميداني وشرع في تحقيق جاد وتلقى ضغوط شديدة من علي عبد الصالح في حينها وهدده ثم طبعا أقاله، ونحن في حينها توقفنا عن الاستمرار لأنه وجدنا أن الاستمرار نوع من العبث. حتى عندما كنا مدركين عندما وعد النائب العام بأنه سيكون محايدا وجادا
الدكتور عبد الله العلوفي. قلت له في حينها أننا نخشى أنك ستحقق في ظل جو غير طبيعي، وهو أن أدوات الضبط القضائي حتى ما في محرسة مكتبك كلها يعني تتبع الحكم يعني، وأنت في الأخير فرد وموظف عام، وبالتالي نخشى حقيقة على حياة الشهود الذي يمكن نقدمهم، على الأدلة من أن تؤخذ من أن تتلف. لذلك لا أخفي سرا أنه الملف الذي كان في حينه أول ملف النيابة طبق العصر يعني تم يعني الاحتفاظ به، وفعلا هذا ما تم. كنا نتوخى من هذا التحقيق، وكنت مع زملائي أعرف النتيجة بأن التحقيق سيجهر، لكن فقط لإقامة الحجة بأن القضاء الوطني قد فشل، وبالتالي تكون عندنا فرصة إذا ما تمكنت اليمن من الالتحاق والتوقيع، وكنا نأمل هذا بعد 2011 بنظام روما الذي هو المحكمة الجنائية الدولية، أن من حق أسر الضحايا أن يحركوا هذا الملف على مستوى المحاكم الدولية. لذلك لأن المحطة الأولى دائما لا تصل إلى المحكمة الجنائية الدولية إلا بعد أن يكون القضاء الوطني قد فشل. فكانت الغرض من التحقيق مش ليس لأن نصل، نحن كنا نعرف أننا لن نصل، نائب العام في الأخير مجرد موظف يعزله ويعينه رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية هو المتهم في حينه. لذلك كانت الاستراتيجية التي بنيت في حينها مع زملاء المحامين فقط من أجل إثبات بأن القضاء الوطني هذا فشل، ولذلك والاحتفاظ بالذاكرة. قضية الحقيقة الذي يقولها الأستاذ وليد، الحقيقة لا نحتاج إلى حقيقة أكثر مما جرى، الحقيقة بأن الذي قتلهم هو الحكم. هل حد يعني ممكن العالم كله أدان هذا الفعل؟ ما فيها مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان وشكل لجنة من أجل هذا الموضوع، وطبعا للتحقيق في كل جرائم التي طالت المتظاهرين السلميين، سواء جريمة ساعة الحرية أو خور مكسر أو الحديدة أو كل المدن اليمنية التي جرى فيها الاعتداء والقتل للمتظاهرين السلميين، لكن طبعا كانت أبرزها وأكثرها مثل ما قلنا أيقونة الثورة كانت جمعة الكرامة. لذلك ليس من أعتقد من الدقة أن نقول أنه نريد أن نثبت الحقيقة، الحقيقة ثابتة ولا تحتاج أبدا إلى إثبات، يعني الشمس تثبتها، يعني لا تثبت الشمس، الشمس موجودة خلاص، لكن إنما هي مسألة إذا ما تمت المحاكمات الحكم القضائي لن يضيف كثيرا لهذا الفعل السياسي، لكنه فقط يعني يشفي غليل أولياء الدم. أما هؤلاء عندما ذهبوا لم يذهبوا من أجل أن يحصلوا على أثمان لإدمائهم، الثمن كان إسقاط الاستبداد وإسقاط الحكم الظالم، ويعني السيرة في طريق العدل والحق والحرية في دولة يعني عادلة. فبالتالي المسألة هنا يعني تختلف فيها المفاهيم، والانتقام الفردي ليس هو الغرض، فقط لقضية بناء الذاكرة التاريخية التي يعني مثل ما قلنا ستظل أيقونة الثورة لمئات السنين، لم نقل حتى الذاكرة التاريخية هي جمعة الكرامة كعنوان للثورة الشبابية السلمية، ورغم بشاعة ما جرى في إحراق ساحة الحرية أو في القتل الذي جرى في عدن المتظاهرين السلميين أو في أكثر من مكان، تظل جمعة الكرامة هي المحطة الفاصلة، وهي المحطة الأولى. آية. طيب سأعود وأستكمل معك حواري محامي محمد ناجي علاو. الآن معي أيضا عضو المجلس الوطني لقوى الثورة الأستاذة سميرة الفهيدي. سميرة أهلا وسهلا بك. مرحبا بك. مرحبا. اليوم في هذه التغطية الخاصة من قناة سهيل في هذه الذكرى السابعة لمجزرة جمعة الكرامة، جمعة الكرامة قبل 7 سنوات سال فيها دم خيرة شباب اليمن في حي الجامعة بصنعاء عاصمة اليمن. اليوم ربما تحولت اليمن بكثير من محافظاتها وأماكنها إلى ساحات كرامة تسيل فيها دماء خيرة شباب اليمن دفاعا
عن الدولة والثورة. ما تعليق تعليقك ما تعليقك حول هذا الموضوع بين الأمس واليوم؟ اليوم جمعة الكرامة يعني هذا اليوم المدخل في حياة الجمهورية، اليوم الفارغ هو يوم كان مؤلم وذكراه ايضا تشعرنا بالالم والحزن لرحيل شباب كانوا وفيرات شباب الوطن، الا انها تعتبر المحرك الذي حرك الراي العام المجتمعي الوطني المحلي الديني والراي العام الراي العالمي ايضا تجاه القضيه المدنيه. كان هو من الشرارة التي لفتت انتباه العالم لبطالة الثورة الشبابية الشعبية ومطالبها وقضيتها العادلة، وبالتالي كان ضمن دائما استمرار الثورة بأشكال مختلفة. هذه الثورة التي أسست لكمية تنمية مجتمعية للمطالبة بالحقوق سواء كانت مطالبة بالحقوق أو للاختلاف في الرأي. نعم. طيب سميرة يعني هناك من فقدنا الاتصال إذن بسميرة الفهيدي عضو المجلس الوطني لقوى الثورة. أعود إليك أستاذ محمد، يعني شاهدنا الشباب وهم يسقطون ضحايا لذلك الجرم البشع الذي ارتكب في حقهم مع سبق الإصرار والترصد. اليوم بعد سنوات ودخول اليمن في هذا الوضع الصعب والمزري، هناك من يحاول أن يلوم الضحية ويقول أن هؤلاء الذين خرجوا هم الذين تسببوا في هذا الوضع. أنت ما تعليقك؟ دوما الأحلام الجميلة وهي حقة للناس تتمثل عادة بعد حقبة الاستبداد في حلم تغيير منظومة الاستبداد، لكن منظومة الاستبداد في الغالب وفي العادة تكون قد تركت وراءها من الأدوات والمصالح والتشابك، بحيث أنه يصعب على من يصل بعدهم إلى سدة الإدارة إذا كان وصل وقد انسحبوا من المشهد بالمرة، يعني أنه في بضع سنين أو في فترة قصيرة يستطيع أن يغير وأن تستقر الأمور بالشكل الذي حلم به الثوار. لذلك ستلاحظ بقراءة تاريخ الثورات في كل العالم أنه عقب الثورة تأتي محطة انتكاسة، محطة تراجع، محطة خذلان، محطة مقاومة، ارتدادات كارتدادات لأحلام الثوار وما والمصالح التي قد تراكمت لمن هم قابضين بيد الإدارة، لأن الحكم في الأخير الهيكل الوظيفي سواء في قوى الجيش أو الأمن أو القضاء أو الإدارة أو مجموعة المصالح الاقتصادية، مجموعة الحزب السياسي، مجموعة هؤلاء الذي صاروا هم يعني مسيطرين على أدوات الدولة والمجتمع، لذلك يقاومون ويسعون لإفشال يعني الثوار وإبهات نجاحهم، بالإضافة إلى البعد الخارجي أيضا. ثم تأتي طبعا هنا في الدول التي تكون هشة وضعيفة البعد الخارجي كما قلت والمصالح المتشابكة والخوف من فيروس الثورات، وبالتالي نرى هذا الارتداد الكبير حول مسألة الربيع العربي ومحاولة تحميله كل الكوارث الآن التي سعت الدول العظمى وسعت الدول الخارجية وسعت قوى الاستبداد الداخلية وتحالفت معها من أجل إجهاض أحلام الثورة دون حساب لثمن سيدفع، رغم أنه كان بالإمكان أستاذ محمد أن تتم العملية بكل سلاسة ويبقى اليمن آمنا مستقرا. يعني ما أهم أنجزت الثورة السلمية اليمنية بأنها قبلت الشراكة مع كل القوى بمشاريعها المختلفة بقضاياها المختلفة على طاولة الحوار الوطني، وكان هذا إنجاز تاريخي لم تسبق إليه ثورة في الدنيا، إنه تعالوا إلى كلمة المساواة نتعايش نتشارك وعفى الله عما سلف
وكانت الحصانة، والحصانة كانت للأسف الشديد لم يحترمها من عطيت له، وسعى إلى تهديم يعني بنى الثورة وقواعدها. ثم من ركب ظهر الثورة كما يقال أدخلتهم مساحات الحوثيين وغيرهم، ثم النفس المفصلي الموجود لا ننكره. وتداخلت هذه المسائل والقوى الإقليمية والأحلام الإمامية، فيعني لا شك أنها كلها وضعت ككوابح من أجل إبهات يعني إنجاز الثورة. وبالتالي مسألة تحميل الثورة هذه المصائب، هل كنا في وضع أفضل؟ ما كناش في وضع أفضل. من قال أن اليمن كانت مستقرة؟ الحراك الجنوبي كان شغال، القضايا القتال في صعدة كان شغال، الأمن منفلت، الاختطافات للأجانب في كل وقت وحين، أسعار الدولار والأسعار وانعدام الوظائف وانسداد الأفق كان موجود، السعي للانتقال من نظام جمهوري ديمقراطي بانتخابات إلى انتخابات شكلية لتوريث الأبناء، استيلاء منظومة الحكم على كل مفاصل الاقتصاد والدولة، يعني كل هذا يعني كان المنظر في حد ذاته سيرشح إلى مزيد من الكل كان ينتظر انفجار بشكل أو بآخر. لكن أستاذ محمد يجب أن لا نظلم الثوار ونحملهم هذا الوزر، هم طبعا ما زالوا يملكون من أدوات الإعلام ومن الداعمين ما يجعلهم يسعون لإبهات هذا المنظومة التي أرادت أن تتحرر من في ذات السياق. شيء عجيب أستاذ محمد، كيف لمنظومة الحكم آنذاك أن ترفض السلمية التي خرج بها الثوار، ويرفض شباب الثورة الذين تشاركوا من أجل بناء اليمن، ثم يذهب ويتحالف مع جماعة مسلحة وعرقية سلالية ويتحالف معها ويسلم لها الدولة؟ يعني ما تفسيرك؟ تجد لذلك تفسير رفض التحالف مع شباب الثورة ومع نتائجها ومع المبادرة الخليجية، ثم ذهبوا للتحالف مع هذه الجماعة المسلحة التي قضت عليهم وقضت على الجميع وأدخلت البلد في هذه الدوامة. وأشوف يعني من عدل الله في الأرض وحكمه أن هذا الذي يدعي ويتكل على نفسه وعلى ذكائه يتفلت من حبل الله إلى حبل الشيطان، وهذا ما ارتكبه عليه عبد الله الصالح. فذهب إلى قاتلي، يعني إلى من قتل قائدهم ومن يعلم بأنهم ضد نقيض الجمهورية ليجلمهم بيده. وإحنا قلنا الكلام هذا من بعد التعارف وعند اجتياح صنعاء، بأنه قد جلب قاتله بيده، ثم أن الجماعة لم يخفوا أهدافهم وكانوا صادقين. وفي تأبين حسين الحوثي نشروا كتيب، وقالوا في هذا الكتيب قبل سنة أو الذكرى قبل الماضية، وقاتلوا علي عبد الله صالح وهم حلفاؤه. وكان الكلام هذا يردده حسن زيد والخيواني من قبله ومقالح من قبله وغيرهم. لكن حكمة الله اقتضت أن هذا القاتل المتسلسل في قتل غيره غيلة وتآمرا وفي وضح النهار كما جرى بالنسبة لساحات الثورة، شباب ساحة الثورة بقتلهم، إلا أن يؤمي بصائره ويكيله إلى نفسه ويجلب قاتله بيده، والذي سيبدد ملكه وملك أبنائه الذي سعى إلى أن يبنيه، بمقولة أنه إحنا ما نشتري شيء، معنا الإمام القاعد ميت الدين المؤيدي والعودي، وأنت الإمام القائم، ولدك ولدنا وسيكون في هذا الأحلام. يعني شيء يتناقض مع المنطق ولا يصدقه عاقل، بعكس الطريقة التي تعامل بعكس الطريقة الذي من قتلهم قال لهم تفضل شريك لنا، وشاركهم في 50% من الحكومة، وشاركهم في مؤتمر الحوار بنسبة يعني أكبر من نسبة المجموعة الثوار، وكانوا يريدون له الخير، لكنه لا، قد كثرت ذنوبه وتراكمت وتكاثرت بحيث أنه ساق نفسه بنفسه
وقادها إلى المقصرة. شكرا جزيلا لك. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من التغطية الخاصة في الذكرى السابعة لمجزرة جمعة الكرامة مع المحامي محمد ناجي علا والحقوقي ومنسق منظمة هود للحقوق والحريات. شكرك جزيلا الشكر. الله يعافيك. شكرا لك. شكرا لضيفي وليد العماري القيادي بالثورة الشبابية، ولضيفة سميرة الفهيدي عضو المجلس الوطني لقوى الثورة، ونعتذر لم نتمكن من أخذها كاملة في مداخلاتها بسبب رداءات الاتصال. شكرا لكم مشاهدينا الكرام. الرحمة لأرواح الشهداء والمجد والخلود لليمن وكل اليمن. استودعكم الله.